تعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من عمان نائب مسؤول قسم حقوق الانسان بهيئه علماء المسلمين الدكتور ايمن العاني. اهلا بكم دكتور الى هذه الجوله الاخباريه. رصدتم خلال العام المنصرم ما يزيد عن 1470 انتهاك لحقوق الانسان في العراق، ما ابرز هذه الانتهاكات؟ تحية لك أخي وللمستمعين والمشاهدين الكرام. أهلا بكم. الحقيقة هذه الانتهاكات هي فقط في ضمن محور القتل والإصابة خارج القانون. هنالك محاور أخرى كثيرة تتعدى عشرة محاور، هذه تتناول أبرز الانتهاكات التي تخص حقوق الإنسان. فيما يخص القتل والإصابة خارج القانون، هنالك رصد القسم 1470، أكثر من 1470 انتهاكا. الانتهاكات حقيقة تتعلق بجرائم قتل واغتيالات وتفجيرات وأمور أعمال عنف يذهب ضحية لها المدنيون العزل الذين لا حول لهم ولا قوة في المناطق، في مختلف المناطق أنحاء العراق. هذا يعني ما يتعلق بهذه الانتهاكات بالنسبة لهذا الموضوع. نعم، ما أبرز المدن التي زادت في هذه الانتهاكات دكتور؟ الحقيقة بعد العاصمة بغداد أبرز المناطق والمحافظات التي تضررت وشهدت عدد الكم الأكبر من هذه الانتهاكات هي المناطق المستعادة من تنظيم داعش التي تستفرد بها الميليشيات الطائفية وتعيث فسادا وقتلا وتنكيلا وخطفا واعتقالا لأهالي تلك المناطق. وهذا حقيقة تبين لدينا في نسبة القتلى، الضحايا القتلى، يعني 80% من الضحايا القتلى سقطوا بنيران هذه الميليشيات المتنفذة التي يتنامى نفوذها يوما بعد يوم في المناطق المستعادة. هل الانتهاكات كانت فقط من القوات الحكومية أم أن الميليشيات يعني شاركت بانتهاكات حقوق وحريات المواطنين في العراق؟ أخي الكريم، يعني هي القوات الحكومية والميليشيات يعني جهتان متكافلتان ومتضامنتان فيما يخص مسألة انتهاكات حقوق العرب السنة في العراق. هذه مسألة مهمة جدا على الجميع أن يضعها نصف العين. فهنا المسألة مشتركة، تكون انتهاكات من قبل قوات حكومية بمساندة الميليشيات، والعكس صحيح بحيث تنفذ الميليشيات الانتهاكات وترتكب الجرائم بغطاء حكومي رسمي أو بدعم مباشر. يعني بكل الأحوال هي تعمل بترخيص من الحكومة في هذه المناطق، وبالتالي لدينا يعني خروج عن القانون رسمي في العراق، هذه الحالة في العراق. هل هذا تقرير هو التقرير النهائي عن العام الماضي أم أن هناك تقارير مفصلة ستصدر عن الانتهاكات في العراق من قبلكم؟ أخي الكريم، هذا حقيقة هو يعني أكيد إحصاء لنتاج عام سنة كاملة، لكن التقرير النهائي سيصدر بعون الله الشهر القادم. تقرير يتضمن 11 محورا. هذه المحاور تتناول القتل والإصابة خارج القانون والاعتقال والخطف والاعتقال التعسفي ومسألة التهجير والهجرة والنزوح القسري والتغيير الديموغرافي والوضع الصحي والوضع البيئي والتعليمي. هذه كلها محاور معروفة يتناولها
تقرير تصدره الهيئة سنويا منذ 2007 وحتى الآن يتناول هذه المحاور بالتفصيل، وسنصدر هذه السنة أيضا ملخص لهذا التقرير بحمد الله، يتناول الأمور يعني فقط كأنما بالأرقام والمخططات والتوضيحات. نعم الدكتور أيمن العاني نائب مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.